مو مصطنعين النظام. انا مذيع واقدم برسميه و... تحب الريالتي والمسلسلات. تحب الريالتي واحب الاغاني. وانت؟ انا انت ليش دائما تسالني وانت ما لان انا اللي يعني تكلمت بهالموضوع فيلا انا اللي تكلمت بهالموضوع وانا دشيت وراك على اسرار شيك. انتم مذيعين البرنامج واحنا الضيوف. خلاص ولا تزعل. انا احب كل شيء وثائقي. كل شيء وثائقي مثل عالم الحيوان يعني مثلا انيمال بلانيت عشقي ناشونال جيوغرافيك تدري فيني ايش كثر اموت نات جيو وايلد. كل شيء وثائقي تدري؟ فيه شنو البرنامج عندي فكل شيء في اشياء وثائقيه سوالف مصانع شلون العلش ينصنع شلون الدونات يسوون غرامي اشوف شيء كذي. انا هذه القنوات اللي تشدني اكثر شيء والافلام الاجنبيه بس. انا شنو اللي يشدني بالموضوع هذا كله؟ اكثر شيء يشدني انا غرامي بالدنيا خاصه لما نروح صالونات نروح مع الشباب غرامي بالدنيا شنو؟ دام ما يبون يسمعوني انا كلمتهم. انت انا قاعد اسمع نواف قاعد اسمع. ها زين في معي واحد غرامي بالدنيا شنو؟ انا احب الشيء اشوفه بيكون يلعب معي. انا شفت البرامج الاكستريم ميك اوفر والسوالف هذه هي صراحه غرامي. يعني قاعد تسمعين انت؟ كمل انا وياك. اي لحظه ما كل انت وصدق ما كل انت فشنو؟ احب الاشياء اللي تكون بيفور وافتر. احب الرياليتي برامج الواقعيه واحب البرامج اللي تحرك يعني تحرك العقل شوي. مثلا حطوا برامج اسلاميه وكذي ما يخالف انت لو يكون عندك خلفيه بالدين راح تفهم ان هذا تركب على هذا او اذا انت مو عارف راح يخلون عندك التفكير. احب اشوف يعني الافلام الواقعيه والبرامج الواقعيه لان تخلي كل واحد على طبيعته نفس ما انتم شايفين الحين بالجاذرينج. انت لحمه ما عندنا نصوص مكتوبه ولا عندنا ولا شيء. اي انا طقيته انا طقيته المره فشنو؟ ما عندنا لا نصوص ولا شيء فاحنا لحظه في بدليه وبرامجنا شنو قال؟ برنامجنا شنو قال؟ لا نصوص مكتوبه ولا شيء. انا هذه البرامج اللي احبها احب الرياليتي واحب اشوف بيفور انا افتر. جمبسته جمبسته ما راح اتكلم الا لما تقول شنو بدليتك. ما ادري مشاهدينا شنو بدليتك. والله تقيل بعد زين شنو بدليتك؟ ولا شنو بدليتك؟ ما ادري والله نسيت. اكيد نسيت. شوفي العاده اليوم الساعه 2 الصبح خلاص راح اسجلها ما راح اطوفها. اوكي انا جوي احب اقول لا والله احب اشوف فضايح المشاهير اللي برا. زين بطلع على ام بي سي 4 الفير احب اشوفهم هوليوود ترو ستوري بكست فيج وما شفت شعري. احب اشوف مسلسلات اجنبيه وايد تشدني اطالع سيزونات كذي كامله. زين واحب اشوف افلام اجنبيه. تحبين تشوفين السنافر؟ تحبي تشوف السنافر؟ تحبي تشوف الاقزام هذيلي اللي يطلعون شنو بعد؟ السنافر مريم انت مريم؟ على طعن السنافر شعرك طويل؟ لا يلا حلق انت شعرك مو طويل انت شعرك شب حط مسكرة حط ميك اب لابس سكارف؟ لا مريم على طعن السنافر ناوي لهم زين راح ينزل الصيف شنو؟ سنافر راح ينزل الصيف اذا خلاص انا احرق فقرتي ما حركته ما قلت شيء يا وهل في شيء انا شوف قاعدين لي قاعده اكون الحين قاعده مثلا اطالع من دمجه بمسلسل شيء يحطون اعلان تبكين حط العربيه شيء فجاه اطالع شنو مكتوب تحت بس يعني قلتي لو يعني شوي واحد يتثقف جانب سياسي جانب اخباري غرامي شيء برامج شفتي تحشى عنا يعني مثلا فيلم ذا ارايفل شايفينه شلون اي كذي اشياء كذي غرامي مسلسل سلسله واقعيه واكثر شيء خلاني معقد بالدوام هذه السلسله وايد احب هالسوالف يعني خلاني افكر صدق كذي صدق كذي شلون الحين احنا نسوي هالشيء احنا ما ندري هو شنو واحنا محيطين فيه اي وحتى فيلم ذا سيكرت مال علم الطاقه شلون انت تجذب شيء حق نفسك شيء اي شيء غريب احب اشوفه بعد نذكره يعني اي احب وايد اشوف هالسوالف فهذا اللي انا يشدني اكثر شيء والاعلانات اذا دعايه عجبتني عادي ادخل عليها كل شويه اعيدها باليوتيوب واشوف حلو مو هذا هو الفن اللي بالموضوع انه طبعا يشدون المشاهد حمود شنو حبيبي؟ تحب تشوف بالتلفزيون؟ سالفه سالفه طقتني انت قاعد تقول لي جنبسته جنبسته باقتها اجل لحظه اسمعي اسمعي شوف هو اسرار الصج مشاهدينا على الشاشه ترى يطلع انا مشاهدينا لحظه نطري نطري ما يصير انا بلعب يبيها يبيها؟ اذا مريم تخطيها لحظه اسرار ابعد عني بس مو خليه خليه يقول ذبحيني ترى انا طاقه ترى انا احب القنوات اللي هي صراحه اللي فيها افلام وذبحني شيء اسمه اكون قاعد اتابع فيلم على قناه وكل شوي يحطوا لك فاصل ويردون فاصل ويردون يعني انت تشوف الفيلم يمكن الفيلم هو ساعه ونص عشان يخلص الفيلم انت قاعد اربع ساعات من الفواصل والدعايات يبا تكفون حطوا لنا الفيلم خلينا نشوفه بس ترى حمود القنوات
قنوات مشفرة وكذي تقدر تطالعها كامل بدون لا فصل ولا شيء. وين هذا؟ قنوات مشفرة ما لها داعي. والله انت ما شاء الله عليك انت تكنولوجي خير. ناس دافعة فلوس دافعة ملايين علشان تنعرض اعلانات. اي وانا شكو يا اخي هذا اللي حاط له دعاية شامبو واللي حاط له دعاية زيت انا شكو انا جاي هذا ابي زيت اروح الجمعية. انت كول وتحب الشامبو وتحب احلى دعاية نعناعة دعاية عجن اسنان. زين لا انا والله صدق احب الافلام احب ام بي سي اكشن صراحة افلامها وايد قوية. تعجبني شو اسمه بس بخصوص الشامبو اول شيء هزأتك 2-0 شلون هزأتك 2-0 تلقى نلعب طق احنا ستريت فايتر ثاني شيء ثاني شيء شعرك بالكيرلي الحقيقي احلى يعني حقيقي. لا تسوي سشوار شامبو هذا سشوار بعدين اليوم شريت حمام زيت شوكليت تبون باكر كيرلي تبونه باكر اي وتاج عشان ابلش فيك كيرلي وتاج اف عليك ولا يهمك زين فالافلام انا احسها يعني اقعد هني عادي زين اي احب المباريات احب كره القدم طبعا الجزيره احب اجسم يعني هذه الجزيره لان هي الوحيده اللي تسوي لنا التغطيه الكبيره بالكره شنو قاعد الكبيره اي كبيره ما قلت الكبيره رجاء انا ما قلت بدلي انت ابو الملك البدلي انت قلت الكبيره انا قلت الكبيره اي صدق الجزيره هي قنوات يلا المهم اتابع يعني برشلونه شفت انت المباراه امس ضيقه وخلقي صراحه شنو متوقع يعني لا يعني مو متوقع متوقع ان تفوز على اشبيليا بس يعني لا تنسى على دوريكم كل على بعضه ايه؟ ما في منافسه الا بين اثنين لا لا اربعه شوف الدوري الانجليزي اربعه ما 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 لا داعي ما نبي قلبها كره ايه كمل كمل انزين ماشي سراويه ايه بس في شيء يعني صراحه للامانه لا تضحكون علي ترى انا اخوكم يعني احب الرسوم المتحركه حلو ما في شيء غرامي شيء اسمه رسوم شوف رسوم متحركه شغل عربي انجليزي نينجا وجومارو وجونجر و وانطلق يا جريندايزر حب القديم يعني دوك فليد انا ما في حبيبي وعدنان ولينا على السفينه عرفت شوف حبيبي شفت اللي فيها اكشن وفلونه حتى فلونه كنت احبها والله العظيم بس ترى يمكن انا اللي رفعت مبيعاته بسبب انه كثر ما الانيميشن هذين الايس ايج وسوالف هاي ترى ابداع والله انا امس قاعد اطالع واحد قلت لكم على احد المنتديات قاعد تابعت شو اسمه اللي شعرها طويل تنقل على ما اعتقد يا سينما تنقل على ما اعتقد وين وصلت؟ الشعر يكون طويل انه بقيتها وقصتها قصه سوى ما اعرف ولا انا انه اخر الفيلم مشاهدنا اخر ربع ساعه خربتيها طلعت لي رساله اداريه انه لازم تشترك تكون من الاعضاء سوى بس حق على اساس تكمل ربع ساعه الاخيره من الفيلم حسافه والله صار لي سنه قاعد اطالع الفيلم وشوف الفيلم اللي معانا هني اللي ما قاعد يسمعوني اصلا انا وياك وياك والله بس قاعد لا تسمعوني انا بقول مشاهدينا لا تروحون يمين ولا تروحون شمال قادرين جايكم بعد لا تروحون يمين ولا تروحون شمال احنا هني ترى موجودين لحظه ردينا يلا ما اعرف لحظه الحين بفوز عليك انت ردينا معاكم مشاهدينا خلصنا الموضوع المساء اللي قاعد نتكلم فيه وحمود نواف دقيقة والفيسبوك مشاهدينا في واحدة معلقة نوجه لها تحية تقول انا طافتني الحلقة شو اسوي؟ ما راح تسوي شيء دشي على اليوتيوب كتبي جادرينج الشاهد تي في او كتبي الشاهد تي في او كتبي جادرينج ثلاث اشياء احنا موجودين ان شاء الله على اليوتيوب تقدرين تتابعين محملين البارتات وبعد في شيء نواف في اميره الماجد قاعد تقول على موضوعنا اللي قبل شوي اللي شدني البرامج الشبابيه والتعليميه وبرامج الجغرافيا انا احب احيي كل واحد متواصل معنا على الفيسبوك بما اني انا اليوم تلقفت وانا اللي ماسكه الفيسبوك فترى انا اللي قاعد ارد عليكم على طاري هي شنو قالت هي احب البرامج الشبابيه والتعليميه وبرامج الجغرافيا على طاري الحب كل واحد فينا يحب يروح الفنادق كل واحد فينا يحب يروح الفنادق كل واحد فينا يحب شيء معين من الفندق لا لحظة حمود أنت بالنسبة لك شنو اللي يعجبك بالفندق شنو هذا الفندق اللي تقول هذا الفندق المناسب لي أروح أقعد فيه أو أنام فيه أو آكل فيه أو حتى أدش نادي فيه قصدك أنت أكيد بالسفر مو بالكويت لا بالكويت عندنا ما شاء الله وايد فنادق بالكويت أدري إن عندنا هذا بس لا إحنا خلينا نقول يعني بالسفر أكثر شيء أنا أستخدم الموضوع هذا بالسفر أوكي شوف بالسفر إحنا يعني لما نسافر بروحي أنا أروح جروب شباب سبعة نحب إنه نأجر يعني نأجر بيت نأجر شقة نأجر شيء ما يكون يعني على عددنا وبنفس الوقت ما نضايق أحد بعد يعني أنت تدري لازم نسوي لويا وهذا أنت جروبك كلهم نفسك؟ كلهم مف عليك شو الله يعينكم شيء حب عليك أنت نظام نقعد ونحط ايدنا كذي وأقعد أفكر بروحي وأنام بروحي كان أنا واقف كذي فيه لا لا أنا أقول لك تصدق والله يعني أحلى اللمة شيء واليمعة وتقعد أنت تسوي باربيكيو بينك وبين ربعك وتشوفون يعني أي شيء نبي نسويه عرفت؟ جوك لكن تخيل احنا داشين فندق 5 نجوم واحد صرخ فينا
اللي يمك يلك بيطق لك الباب شوي بيقولك بيقول لك شيل جناطك اطلع برا من الفندق يعني عادي يعني شنو اللي يلفت انتباهك بالفندق او تبي يكون بالفندق هاوس كيبينج يعني يعطون الكاستمر راحته يخلونه ياخذ يعني ياخذ راحته زياده عن اللزوم او انه مثلا يخصصوا لهم اماكن انه يقدرون يشوفون فيها يقدرون يسوون لويز عاج هذا اوكي صدق انه حلو الفنادق انه فيها يعني انديه صحيه مطاعم حلوه هذا بس انه في مو كل شيء اكل وشرب وهذا سوالف يعني ثانيه ما اقدر اقول اوكي انت الحين مثلا اذا تدرون شنو اكثر شيء يسدني بالفنادق؟ مخدتهم والله العظيم صدق هذا اهم شيء يعتبر انت يعني طقيتي رصيف واخترتي شيء بصراحه بسيط عليك عشان تفوز عليك متى يدوري؟ اكثر شيء يلفتني بالفنادق فراشهم اذا كان مريح زين على زين اذا كان مو مريح مو زين على زين اعتقد ان حتى اغلبيه الفنادق يعني صارت مريحه لا في مخدات تكون يابسه وريحتها ريحه غسيل فنادق تقدرين تطلبين ترى أيوة كالعادة أيوة انضمت إلينا النجمة المتألقة كينجي وصل هي معدة البرنامج طبعا لحظة ليش الترفيع كذي والتطبيق ليش النجمة المتألقة هذا منو كان يغششك تو ليش صار نجمة يبا معدتنا ترى يعني ترى للحين شباب للحين يعني شوي معدتنا حب أنا منو أنت اللي حطيتي لنا موضوع اليوم شنو وجهة نظرك بالموضوع شنو اللي اليوم جاكم هذا عنده صدق مو زين اوكي واجههم شفت ليش حطيت بدلي وي انا قمت اطلع موضوع ما تاخذونه كله على حقه كله على حقه عادي احنا الفايروس هذا ينتشر منكم والله منكم حتى ما اكتب لكم وعد لكم منكم لا ترجعين اسرار انا هني زين قولي لنا شنو اللي يعجبك بالفندق اكثر شيء يعجبك بالفندق الفنادق اكثر شيء شنو ساعات اكتب بدلياتي انزين اهم شيء السؤال فيهم تقديمهم شنو اهم شيء؟ اهم شيء شنو لحظه امانه شنو اهم شيء بالفندق؟ قول اي شيء انا اهم شيء انه يكون يعني شكله عجيب يعني وفي حمام سباحه يعني تاخذين راحتك شوي لا انا عندي حمام سباحه اهم شيء يعني اي فندق اروح له لازم اشيك اذا في حمام سباحه ولا لا حركات اذا ما في ما اروح اذا مو على البحر ما اروح يعني تبين تان في فنادق الحين ما فيهم حمامات سباحه؟ اي في وايد في المستوى يعني لا الشقق الفندقيه غير الشقق الفندقيه في وايد اشياء فندقيه انت لا شغل الفندقيه فيها حمام انت قاعد تتكلمين عن اللي هني ولا برا؟ برا وهني احنا قاعد نحكي عن برا لا احنا قاعد نتكلم برا هني اصلا ما نقدر نروح فنادق ايه بس هذا هو اكثر واحده تروح فنادق هني انا زين تدري ليش؟ ليش؟ عشان نحب ننام بفراش الفندق انت ناس ما نحب ننام بالفراش كسري فراشك اللي في البيت ناس اللي سويتي بالكبت مره كنا رايحين عندنا شغل كلنا يوم رحنا تذكرون شباب لما رحنا سفير مارينا تتوقعون قاعد اقول حق المانجر مالهم شنو الشغل اللي كان عندكم؟ كنا رايحين نتعشى وكان عندنا نفس تقرير يمكن ينعرض يمكن ما ينعرض لانه وايد بدعنا ما له داعي نتكلم شنو التقرير قولي التقرير كان عباره عن ان انا انظف الغرفه لا قولي انا اعيش أسرار. انا اسرار عشت المهنه وسويت شيء وايد حلو نظفت الغرفه وانت بكرامه نظفت الحمام والمطبخ وخميتي لها وصرت هاوس كيبنج ولبسوني هاوس كيبنج يعني عشت تجربه حدها واو بتصيرين هاوس كيبنج الحين عقب الاستديو بتنظفينه راح انظف شفتوا شلون هذا على المانجر اللي يسوي النجم لما ينشهر علشان ما يطيح لا تعلموا ضبطوا فنادق لا بس هي سوتها قاعد تمثل عشان تنشهر احنا نبي الواحد يكون من داخله من داخله هو كلاب عشان فندق كلاب عشان فندق ما قعدت اتفجر الرجال اللي يشتغل لانه افتريت كل مكان فما اعرف اسم الكفر اللي ينحط داخل قلت لك وين ينباع توش امس قلت لي قبل امس قلت لك هذا الحكي راح تحكي عنه ما رحت شفتي؟ لا روحي شوفي وين اروح؟ اللي قلت لك مكانه امتحانات الحين احنا ما نبي شغل ان انت نظفتي قلت له اشتري منك اللي ينحط داخل يبي انا راضي اشتري منك ولا جاب لي انت شو تحبين بالفنادق تقولي لي اشتري احب انام بالسرير مال الفندق تحبين تنامين انت تبين مكان لو يو انت تبين مخده ما ادري ليش مختار المخده لا مو بس مخده وانت تبين يعني مخده والماترس على قدك انت لا انا ما احب المخده والماترس انت اخذي هذا شو اسمه السرير مال الاطفال عرفتي بدور شنو يعجبك لا التفاخيه اللي تنفتش بالكرتون بعدين الله شريفتنا سايلنت خلينا ننظم الحوار هني بدور انا الفنادق احب الفندق يكون فيه مطاعم زينه هذا اهم شيء عندي انه يكون في مطاعم زينه ستيكات وتشيز سوالف لما اشوف فندق كل الاكل اللي فيه بيتزا ودهون تدري في ناس يسافرون مخصوص يعني ما اعرف ناس بس سامع ناس انه يروحون عادي يسافرون بيوم يومين ايطاليا ولا فرنسا عشان اشهر فندق مع اشهر شيف موجود عشان ياكلون صحن باستا ولا بيتزا ولا شيء يعني كلهم فاضيين يعني هذيلا على راسي فكذي احب المطاعم اللي يكونون بالفنادق واحب
زي يا جماعه عقب بدر ترى اليوم في ميتنج بس أنا ما قلت لا ديروا بالكم الدفتر مسجل بدليات الله يعينكم ترى هاي توصيات المخرج على والي شغل لا مو شريفه هاي وعلى فكره لحظه على فكره بس عشان نذكر الناس يعني اللي في عندنا احنا هني ما شاء الله مذيعتين يعني ستار جدا وايد يوم متاخرين فامس حاشهم خصم يومين وان شاء الله بعد خصم يومين اليوم يعني حركه صارت انا يعني شيء انا كل يوم هني الساعه 4 لا يجي يجي انا ما يعني شيء انا كل يوم قبلكم انا اليوم بيج اليوم بيج كل يوم انا مريم يلا خل انا ما عندي حق الختام وردوا ذكرونا